السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، كيف العافية دكتور؟ سؤال عبد الفتاح، صوت واضح؟ واضح دكتور. أنا كنت حابة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا في المحاضرة الماضية واللي تم تسجيلها إلى أعراض الأمراض النباتية، وهي يطلق عليها مصطلح symptoms، الأعراض، ونعني فيها العلامات الظاهرية للأنسجة المصابة نتيجة تهيج وجهها بواسطة مسبب المرض. إيش بيعمل أعراض المسبب المرضي على النبات؟ هنا الأعراض الظاهرة كل له اسم، كل أعراض له اسم. هناك تقرح مثلا أو لفحة، عفوا، صدأ، جرب، ثقوب، بقع، دب، اصفرار، موت البادرات، تقزم، تضخم. كل علامة ظاهرية على الأنسجة النباتية المصابة نتيجة الإصابة أو التهيج اللي بسببه المسبب المرضي، بيكون عندنا أعراض ظاهرة. نبدأ في الكانكر اللي هو التقرح، ويقصد في التقرح هو موت الخلايا نهائيا نتيجة تدمير الأنسجة المسبب المرضي. لفحة اللي هي البلايت تعني موت سريع للخلايا. التعفن هو الروت، بقع طرية نتيجة إفراز المسبب المرضي للإنزيمات يسهل على التعفن. الصدأ والمقصود فيه الرست، لون بني إلى خمري يظهر على الأوراق والثمار، نفس يعني العرض تبع صدأ الحديد، لون محمر على بني أو بني محمر. الجرب والسكابس يصبح جلد الأنسجة سميك وغير مرطب. الثقوب هي خلاص البولز، هاي عبارة عن ثقوب صغيرة في الأوراق. البقع بقع مصغرة ذات حواف منتظمة، يعني بقعة دائرية وكذا أو غير منتظمة وتكون شبه دائرية. الولت اللي هي الذبول تكون الأوراق والأغصان متدلية للأسفل نتيجة نقص الماء والمصادر الغذائية. أن إصفرار يكون أوراق النبات بشكل عام مصفرة وذلك نقص الكلوروفيل. الدامبنج أوف موت البادرات، تسقط البادرات، يكون بموت الشتلات صغيرة العمر. ستانتينج التقزم، صغر حجم النبات مقارنة بعمره، النبات بيكون قصير بالنسبة للنبات الطبيعي. والهايبر تروفي هو التضخم، نمو الزوائد اللي جزء من النبات وعضو من النبات نتيجة نمو غير طبيعي. إذا كل المرض باقي ظواهر سميناها أعراض، وكل عرض من الأعراض الظاهرة له اسم، حكينا تقرح، لفحة، تعفن، صدأ أو جرب، ثقوب أو بقع، ذبول، اصفرار، موت بادرات، تقزم وتضخم. هذه الأعراض على الأنسجة النباتية نتيجة تهيجها أو إصابتها بسبب المرض. نأتي الآن إلى مكافحة الأمراض النباتية، طرق المكافحة للأمراض النباتية. ماذا نقصد في مكافحة الأمراض النباتية؟ هي إجراءات وسبل وطرق مكافحة الأمراض النباتية، ووجهات النظر مختلفة بين العلماء حيث يعني حيث كيف تبويبها. من بوبها بالمجموعة الأولى من العلماء ترى تقسيمها على أساس منهجية أو استراتيجية التعامل مع المسبب المرضي وفق السياق. أول شيء عندنا الإكسكلوجن، الاستبعاد،
استبعاد المسبب المرضي منع دخوله الى المنطقه الجديده اللي دخلوا منها. انا كيف بدي استبعد، كيف بدي استبعد المسبب المرضي؟ بدي ما يوصل لي النبات او المنطقه او الدوله عن طريق الحجز الزراعي والتفتيش والتصديق. بعمل حجز زراعي للدوات او اجزاء نباتيه الداخله، ان كانت اجزاء نباتيه او ثمار او بذور الخ، بفحصها وما بخلي الاصابه تدخل او بسبب المرض يدخل منطقة. بصير عندي عمليات تفتيش اذا المحاصيل الزراعية الجاية او الاجزاء النباتية الجاية، شجر، ثمار، بذور الى اخره. وعندي انا بكون عندي شهادة مصدقة في من الدولة والمصدر انه هاي خالية من الامراض. اذا اول استراتيجية انا بدي استبعد مسبب المرض عن طريق الحجز الزراعي والتفتيش والتصديق. الآن النقطة الثانية اللي هي eradication، تقليل أعداد مسبب المرض في المنطقة التي يتواجد فيها مسبب المرض. eradication يعني إنهاء، بدي أنهي أقتل المسبب المرضي في المنطقة كاملة. ويكون ذلك أولا استبعاد وتدمير النبات المصاب خلال موسم النمو أو بعد انتهاء المحصول، استخدام أصناف مقاومة، نون هوست محصول غير عائل، مثل المرض بيجي على نبات معين مختص عليه ما بزرعه، بعمل دورات زراعية، استغلال الكائنات المضادة أداة حيوية، قتل المسببات المرضية وتخفيض أعدادها باستخدام المبيدات الزراعية. إذا كانت مش موجودة عندي، بستخدم استبعاد المسبب المرضي إلى منطقة جديدة، ما بخليهش يدخل. وان كان موجود بستبعده عن طريق التخلص من النبات المصاب كاملا اثناء الموسم. اذا كان عندي صنف مقاوم بس بستخدمه، وهذا افضل طرق المكافحه اللي هو استخدام صنف مقاوم. يعني انا ما بكافئ خالص. الطرق الثانيه، صنف ما بنصابش بالمره او بنصاب بدرجه بسيطة جدا فهو مقاوم جدا، بتحمل المرض مثلا أو عنده مواد بنصابش بالمرة، فهي طريقة إنه أنا بنهي مسبب المرض وجوده. بعمل دورات زراعية بإنه النن هوست، يعني عندي مثلا إشي بيجي على الخضرة وبيجيش على النجيليات، بستخدم النجيليات بزرعها لأنه لا تصاب، بستعمل كائنات مضادة، الكائنات الحيوية أو المواد الحيوية اللي قادرة على قتل المرض، وبرش المبيدات لتخفيض أعداد هذا المسبب المرض. النقطة الثالثة عن طريق حماية النبات قبل حدوث الإصابة الفعلية، مبيدات وقائية مثل مبيدات الرش. هذه أول طريقة من طرق تبويب الإجراءات أو سبل أو طرق المكافحة. المجموعة الأولى من العلماء قال لك أنا عندي 3 طرق لاستبعاد المسبب المرضي، الإكسكلوجن أو الإراديكيشن. النقطة الثانية هي تقليل أعداد المسبب المرضي في المنطقة المصابة، وفي النقطة الثالثة مكافحة المبيد عن طريق رش الوقائي وحماية النبات باستبدال مبيدات الرش. المجموعة الثانية من العلماء يقول لك تقسيم وسائل وطرق مكافحة الأمراض التي وفق لطبيعة الوسيلة نفسها المستخدمة. ويتضمن ذلك عندي مثلا الطرق التنظيمية كما هي ريجولاتوري، قوانين تشريعات مثل الاكسكلوجن اللي حكينا زي استبعاد المرض المسبب المرضي في النقطة الأولى في التصنيف السابق، حكينا بعمل مراقبة، بجيب أجزاء نباتية أو بستورد
عن طريق شيء مصدق انه خالي من الامراض النباتيه او بعمل حديد زراعي. اذا هذه ريجولاتوري مينز اللي طرق تنظيميه. وعندي الاجراءات التدابير الزراعيه مثل اباده العوائل البديله الالترناتيفز او الالترنيت المتبادله. اذا عندي انا مثلا اعشاب بيصيبها هذا المرض اللي عندي الموجود وبتسبب لي مصدر اصابه، بتخلص من الاعشاب الموجوده وهي عوائل بديله على سبيل المثال. عندي تحسين ظروف نمو النبات واجراء تغيرات في النظام الزراعي بيخلي لي اعمل ظروف غير مناسبه تسبب مرضي وزراعه اشتال سليمه، ازاله واستبعاد بقايا نباتات المحصول السابق المصابه. اذا هذه الاجراءات التدابير الزراعيه. عندي نقطتين، اذا كان عندي اجراءات تتعلق في العوائل البديله اللي ممكن يصيبها الكائن الممرض، وبالتالي تنقل هذه الاصابه الى النباتات اللي عندي وخصوصا في قاعدين الاعشاب. والنقطه الثانيه، انا في عندي ظروف نمو جيده للنبات وغير مناسبه للمسبب المرضي، بركز عليها وبحافظ عليها. مثال عندي مثلا اذا كان الجو عندي مناسب للنفحات اللي هو انخفاض درجه حراره وارتفاع نسبه رطوبه، انا بدي اغير في الظروف هذه بحيث انه ما يكون عندي رطوبه في المزرعه او البيت بلاستيك، ولا يكون عندي انخفاض حراره، وبذلك يكون الظروف هذه اللي انا بسيطر عليها وبعملها غير مناسبه للمسبب المرضي ومناسبه للنبات. وكمان عندي عن الاشتال اللي بدي اجيبها بدها تكون من مصدر موثوق مصدر سليم، او عندي شهاده صحيه اذا بدي استورد. وبذلك انا بكون جايب اشي نظيف وما في مسبب مرضي عندي يهاجم النبات اثناء الموسم. وكمان عندي نقطه استبعاد مخلفات المحصول السابق لانه هو مصدر للاصابه. النقطة الثالثة كان الأولى الطرق التنظيمية مثل الحجر الزراعي، إجراءات التدابير الزراعية مثل استبعاد العوائل البديلة واستخدام أشتال سليمة وتحسين ظروف النبات. والنقطة الثالثة هي المكافحة الفيزيائية فيزيكال كنترول، وهذه عن طريق المكافحة اللي تتضمن الفيزيكال مينز المكافحة الفيزيائية بالحرارة مثلا. مثلا عندي بخار الماء او الماء الساخن او الهواء الساخن في التعقيم، او استخدام الطاقه الشمسيه في مكافحه افات الترفه بما تسمى بالتعقيم الشمسي، وكذلك يمكن مكافحه افات المخزن بالتبريد او الاشعاع، وهذه بنحكي اشعاع او استخدام حراره هي سبل فيزيائيه. كانت النقطه الرابعه المكافحه الحيويه اللي هي بايولوجيكال كنترول. بايولوجيكال كنترول يعني بستخدم كائن حي، بايو حي يعني حيوية البيولوجيكال. إذا أنا حكيت على استخدام الطرق الفيزيائية هي غير حية استخدام الحرارة والإشعاع، وهنا نستخدم مكافحة حيوية المقصود فيها استخدام أعداء طبيعية على الممرضات النباتية، وممكن تكون هذه فطريات البكتيريا الموتود. استغلال المحاصيل الصائدة الكروب ترابس اللي هي النباتات بتكون بفضلها على العائل وبصيبها، فأنا بستخدم هذه المحاصيل الصائدة وبتخلص منها عند الإصابة، وبذلك بتكون عندي تفضيل عائلي. أو نباتات مضادة الأنتاجونستيك، وتلك النباتات التي لها القدرة على فيها مواد كيماوية بتطرد هذه الآفات. عندي كمان عندي مايكورايزا اللي هي فطريات بتتعايش مع الجذور بتكون نافعة، هذه كائنات حية باختلافها ممكن استخدمها لتقليل ومقاومة المرض. عندي حكينا النقطة الخامسة استعمال الأصناف المقاومة كالتيفارز. في عندي عدة درجات من الحساسية والمقاومة للنباتات، إما بكون حساس أو حساس جدا يعني سسبتبل، أو بكون أعلى درجات المقاومة هي المناعة المنيع للميون، وبيجي بعد الميون عندي هاي ريزيستنت وريزيستنت او نورمال. يعني عدة درجات ممكن 5 درجات 6 درجات حسب التقسيمات.
إذا أنا عندي درجات مقاومة مختلفة من عدة الأصناف. إذا استطعت أن أحصل على نبات منيع اللي هي أعلى درجات المقاومة في الأصناف، فبذلك هذا المنيع لا يصاب أبدا، أو يكون مقاومته عالية جدا يصاب، ولكن ما له تأثير هذه الإصابة على حياة أو الإنتاجية له. فإذا هذه موجودة الأصناف فبتكون أفضل طريقة للمقاومة. عند المكافحة الكيماوية استخدام المواد الكيماوية المبيدات، وعندي نظام اللي هو انتجريتد بيست مانجمنت او انتجريتد ديزيز مانجمنت او كنترول، هو المكافحه المتكامله. وهي اسلوب استخدام طريقتين او اكثر باسلوب تداخلي ومتكامل مع بعض، بحيث انه انا استخدم اكثر من طريقه في نفس الوقت للحد من زياده اعداد الاصابه او انتشار المرض او يعني الخسائر، وبتكون مركزة على استخدام الأساليب الغير كيماوية في البداية، إلى درجة إنه أنا ما بستطيع أن أسيطر بالطرق التقليدية أو الطرق الكيماوية الأصناف المقاومة أو المكافحة الحيوية أو الطرق الأخرى غير الكيماوية. بستخدم الكيماويات آخر شيء عندما لا أستطيع انه اسيطر على المرض. اذا المكافحه المتكامله هي تكامل اكثر من طريقه من طرق المكافحه، بطريقه يعني مع بعض، طريقه تكامل، بستخدم اكثر من طريقه بطريقه متوافقه متكامله، بحيث انه انا انجو بالمحصول من الاصابه. اي سؤال حبايبي؟ نيجي مكافحة بالطرق التنظيمية، بدنا نشرحها اللي هي يعني regulatory means أو regulatory control، هي إصدار وتنفيذ القوانين والتشريعات اللازمة لمنع دخول وانتشار ممرضات نباتية إلى مناطق تعرف بخلوها من أنواع معينة من تلك الممرضات. أنا عندي مثلا الأردن في مرض موجود برا بيصيب اي نبات، مثلا على سبيل البطاطا على سبيل المثال، بدي انا اعمل تشريعات وقوانين اوكي تحد تمنع دخول هذا الاصابه في هذا المحصول عند استيراد مثلا التقاوي او من الخارج. واذا من اجل ذلك تضع الحكومات قوانين تنظم شروط استيراد المواد النباتية وشروط صراعة المحاصيل التي ستستعمل كمواد إكثار والتفتيش على النبات. أنا عندي الآن المادة النباتية نفسها اللي بدها تجيني، بدي أراقبها وأفحصها، وإذا كانت مصابة بدي أحط لها أمنحها من الدخول عن طريق التفتيش وعن طريق الشهادات الصحية اللي بدها تجيني من برا إنها دائرة الحجر الزراعي، وكمان المواد اللي تستخدم لإكثارها بيت موس أشياء أخرى كمان بدها تكون سليمة وبالفحص. وهذا يكون بالحقيقة للمستودعات، كما تضع التعليمات الخاصة بإصدار شهادات الخلو من الأمراض. إذا أنا بدي أعمل أجيب إشي بدي أخذ شهادة إنه خالي من الأمراض، بدي للاستيراد وللتصدير أيضا هذه المادة خالية من الأمراض، مشان أعرف إذا أنا كنت مصدر لبيع هذه المواد. أول الإجراءات اللي تدخل في الطرق التنظيمية للمكافحة هي نزع الحجر الزراعي البلانت كورانتين، يعني وضع الحواجز لفحص كافة المواد والإرساليات الزراعية التي يحتمل أن تكون ناقلة لمسببات أمراض نباتية معينة، ومن ثم منع الدخول المسبب المرضي إلى مناطق جديدة، وكذلك منع تواجد الممرضات سواء على النبات عوائل أو غير عوائل أو أعضاء تكثيرها مثل درانات أبصار بذور وأشكال التكثير الأخرى أو كان ملوثة بالتربة. إذا أنا بالحجر الزراعي يكون عندي مراكز على الحدود بالمطارات كي تفحص الإرساليات الزراعية وأجزاء النبات مثل درانات وأبصار وبذور، وتتأكد أنه هاي تخلو من السبب المرضية
اللي هي اصلا مش موجوده في البلد عندنا، اوكي، وما بدنا ندخلها. الان خلصنا من حجز الزراعه، عندنا النقطه الثانيه التفتيش والمعامله والتصديق. ويشمل التفتيش الميداني على الفقود المعدة لإنتاج أصول الأشتات أو أعضاء تكاثر أخرى زي المشاتل على سبيل المثال، مثل الكشف الميداني على حقول البطاطا أيضا المعدة لإنتاج التقاوي. عندي مشاتل للخضار، مشاتل للفواكه، أجزاء الفاكهة، وعندي كمان حقول لأجزاء النبات الأخرى التي تزرع مثل درانات البطاطا. هذه المصادر للزراعة بتكون عندي يعني جولات من التفتيش الميداني، والمزارعين الذي تقطع منتجاتهم الإكثارية واشتروا من التفتيش اختياري من قبل السلطة المسؤولة عن منع بياخذوا شهادات صحية بخلو المنتجات من الممرضات النباتية، بيصير عندهم سمعة طيبة ويؤهلون للحصول على أفضل الأسعار. أنا عندي مشتل أو عندي المصدر تبع التقاوي، لما تيجي لجان التفتيش تفحص المنتوج اللي عندهم، تفحص الاشتال، تفحص البذور، تفحص النباتات اللي عندهم، تعطيهم شهادات بانه هذه المركز الاكثار او الشركه هاي اللي بتكثر نباتات خالية من الأمراض، إذا شهادات صحية، لذلك أنه يصبح عندهم يعني يعتبر مصدر موثوق لهذه الأجزاء النباتية، وبذلك بصير عندك الناس بتشتري من عندهم بثقة، وبذلك بكون عندهم أسعار جيدة. تشترط معظم دول العالم أن تكون النباتات أو أجزاءها المستوردة من الخارج مرفقة بشهادة خلو أمراض، خلوها من الأمراض النباتية، فمش شهادة صحية. كيف خلو الامراض بدك تطلع تشتغل برا او بدك تسافر برا، بعض الدول بيشترطوا فيك انه شهاده خلو امراض، تفحص ما عندكش امراض، مؤدي ما عندكش امراض كذا من الامراض اللي تنتقل من دوله لدوله. ومن نفس الشيء الاشتال نفس الشيء فيها شهاده صحيه انها تخلو من الامراض التي محظور عليها تدخل بلد معين. عندنا الطرق الزراعيه التدابير، حكينا عنها، مثلا الدوره الزراعيه الكروب روتيشن، وهي نظام زراعة عدد من المحاصيل متتابعة في عدد من السنين في قطعة أرض. هذه الدورة الزراعية، الدورة الزراعية أنا بدي أزرع نبات وما أزرعه السنة الجاي، والنبات اللي بدي أزرعه السنة الجاي بيكون مش عائل للمرض المصاب. على سبيل المثال عندي مرض بصيب البندورة أو البتنجان، أوكي، وهذا المرض ما بصيب مثلا نبات آخر، على سبيل المثال بقوليات، على سبيل المثال نجيليات قمح. فأنا بعمل دورة زراعية، مرة بزرع هيك ومرة بزرع هيك، مشان أنا ما أخلي فرصة للممرض اللي مثلا بصيب البندورة السنة الجاي أزرع له بندورة مشان يتكاثر بالزيادة، لا، بزرع له إشي ما بنصاب، وبذلك أنا بقلل المرض وبنهي المرض او بخفف له حدود انه ما يضله مؤثر. زراعة المحاصيل والعائله، عند انتشار نبات او مرض نباتي ما بشكل وبائي يتوجب الشروع في برنامج مكافحه يقضي بازاله وحرق جميع الاشجار والاشجار المصابه في المنطقه الجغرافيه التي انتشر فيها المرض. اذا انا عندي اصابه لمنطقة معينة بمرض معين، إذا بشيل كل إشي مصاب وبتخلص منه وممكن يعني بحرق. كمان عندي عوائل بديلة، لكن الترد نفوس في إشي بسبب البندورة بلاقيه على بعض الأعشاب، على سبيل المثال لازم إنه إيش أشيل الأعشاب هاي اللي هي كمان إيش عائل بديل، بس بيساعد على استمرارية بقاء هذا المرض في المنطقة، وبكون مصدر إصابة للزراعات اللي راح تنزرع. فإن إزالة العوائل البديلة مثل إزالة العائل الثاني المصاب المرضي الذي يحتاج في إكمال دورته، هذا على سبيل المثال عندي بعض الأمراض تحتاج إلى عائلين، يعني لها دورة المرض تبعته. المرض أول شيء مثلا بيبدأ على نبات، و
بيكمل دورته على نبات آخر وبرجع بيصيب النبات الأولاني. فإذا أحد العائلين لا مش موجود ما بيكمل مرضه، يعني هذا المرض عنده دورة حياة أكثر من مرحلة، أكثر من طور من أطوار في حياته، فهو بحاجة مثلا إلى نباتين إلى 3 نباتات مشان يكمل دورة حياته. وغالبيتهم النباتين اللي نقصد فيهم خصوصا أمراض الصدأ، عندي صدأ الساق الأسود البلاك راست على القمح، بده نبات اسمه نبات البربري مشان يكمل دورة حياته وأنواع السبورات الثانية اللي بده إياها. فإذا أنا استأصلت نبات البربري في الحقل اللي مزروع فيه أو حوالين الحقل المزروع فيه قمح، أنا بوقف دورة المرض، وبذلك أنا بتحكم إنه ما يكمل شراسته ويصيب لي القمح. حكينا تحسين ظروف نمو النبات حيث الجو من حيث الرطوبة واحتياجاته المائية واحتياجاته من العناصر الغذائية. اختيار موعد الزراعة بيهم كثير، إنه موعد الزراعة يكون مناسب للنبات وغير مناسب لأنه سبب مرضي. عندي مرات بزرع متأخر بزرع مبكر مشان أنا أوصل النبات وأنجو فيه إلى مرحلة ما يكون عندي إصابة. زراعة أجزاء النبات خالية من المرض، إذا أنا بدي أكون عندي مصدر، إذا بدي أزرع أشتال بدي يكون من مشتل موثوق ومفحوص وشهادة صحية. إذا كان عندي برانات بطاطا نفس الشيء، بدي يكون فيها شهادة صحية مصدرها موثوق، وما يكون هذا المصدر النبات يصاب في المشتل أو يصاب في المصدر أو الشركة اللي بدها تعطيني تقاول. فأنا بدي أزرع أجزاء نبات خالية من الأمراض قبل ما أزرعها. إزالة الأجزاء المصابة بالنبات الانستنتيشن، عملية إذا تنظيف بقايا المحصول السابق، إذا كان عندي إصابة موجودة بتخلص منها. حكينا إزالة الأعشاب وأسبابها، كانت هي بتنافس النبات وبتكون مصدر إصابة إذا كانت هي يعني تنصاب أو بتصير يعني بتكون في دورة حياتي. المرض بتكون أحد أنواع الأعشاب ضرورة لإكمال المرض. مراعاة صفات الزراعة بين النباتات ممكن مشان ما ينتف ليش، بصير تبدي تهوي، لأنه الزراعات الكثيفة قد تؤدي إلى تغير في الرطوبة والأجواء الموجودة، وبحيث ذلك يكون مفضل للمسبب المرضي. فأنا بدي أراعي مسافات الزراعة تكون على أبعاد معينة، النبات يكون متهوي، الحرارة تدخل، الشمس تدخل، فهذه المسافات ضرورية جدا، لأنها إذا كانت غير مناسبة بتخلق ظروف مناسبة للمرض. وتغيير درجة حموضة التربة في حالة إنه درجة حموضة التربة تكون يعني مناسبة للمسبب المرضي وغير مناسبة للنبات، أو إنها مناسبة لغير النبات، بحاول أغير حموضة التربة وأعالجها. علاجي على الطرق الفيزيائية، حكينا إيه هي مثلا، حكينا عن الإشعاع، عن الحرارة، هذه استخدام الحرارة العالية على هيئة بخار ماء أو ماء ساخن أو هواء ساخن أو حرارة منخفضة في المستودعات أو الإشعاعات. هذه طرق فيزيائية للتخلص من المسبب المرضي. بنيجي الهيت تريتمنت اوف اجريكلتشر سويل، تعقيم التربة الزراعية بالحرارة. بدي استخدم الحرارة إن كانت مرتفعة أو منخفضة في تعقيم التربة اللي هو المقصود فيه إن أقتل الكائنات الحية السيئة الموجودة. بنيجي على تعقيم التربة الزراعية بالحرارة. كانت الفكرة أن بال76 تم تطوير طريقة تعقيم باستخدام الطاقة الشمسية خاصة في المناطق الحارة فيما يسمى بتشميس التربة أو التعقيم الشمسي اللي هي سويل سولاريزيشن. وتتضمن هذه الطريقة الموجودة عندنا في الغور بكثرة تغطية التربة الرطبة، بنرطب التربة يعني بنحرثها ونربصها، يكون عندنا رطوبة، بنحط عليها شرائح بلاستيك تمام شفاف من 40 إلى 60 مايكرون أو ملش أسود غير مثقب لمدة من شهر إلى شهر ونص، من 4 إلى 6 أسابيع. فترة الصيف اللي هو بيكون عندنا فيش فيها زراعة، في خصوصا الأغوار الوسطى والجنوبية، يعني
ست سبعة ثمانية أشهر، هاي مما يرفع درجة حرارة قطاع من التربة إلى عمق 30 سنتيمتر حوالي من 45 إلى 50. وهذه الحرارة 45 إلى 50 مناسبة لقتل الفطريات والبكتيريا والنيماتود والحلم وبعض بذور الأعشاب. إذا أنا استخدمت الحرارة الشمسية في رفع درجات حرارة التربة، أوكي، وبتكون الأرض رطبة، بتصير تتبخر الماء وموجود تحت هذه الشرائح، فبتغلغل البخار الماء إلى أعماق 10 15 20 30 سنتيمتر، وهو العمق اللي أنا بزرع فيه الخضروات وبذلك بعقم التربة. عندي معاملة أعضاء تكاثر نباتية بالحرارة مثل تسخين، تغتسل البذور والأبصار والدرانات أو الرسائل في الماء الساخن لدرجات حرارة معينة. بتكون هذه درجات الحرارة تقريبا يعني 55 فما دون، لأنه أنا ما بدي أقتل الجنين اللي موجود في البذرة، ما بدي أقتل الخلايا، فدرجة الحرارة المناسبة 55 درجة مئوية مثلا لمدة 15 دقيقة أو مزيد، فبتكون مناسبة. إن كانت بالماء هواء ساخن أو ماء ساخن بتكون جيدة لقتل غالبية المسببات المرضية. البطاطا الحلوة مثلا تحفظ تمرير الهواء الساخن على درجة 32 مئوية لمدة أسبوعين، مما يساعد على التئام جروحها. هذا أحد الطرق الموجودة في التعقيم. الآن حكينا الحرارة العالية، نحكي عن الحرارة الباردة. تبريد الخضروات والفواكه بعد حصادها لمنع التعفن، وهذه الدرجات لا تقتل الكائنات المرضية لأنها توقف نشاطها وتمنع انتشارها. وممكن إذا وصلت يعني درجات حرارة يعني خلينا نحكي 2 أو 4 للحفظ البسيط، ممكن أوصل إلى درجة 0 بعض البسيط. كفى بالأشعة مثلا فوق الأشعة فوق البنفسجية وأشعة إكس وأشعة جاما، واللي مشهور عنها هي اليو في لايت، الأشعة فوق البنفسجية على طول موجي معين، نحكي قاعدين مثلا بين 350 و 550 زي ضوء اللي موجود في يعني المختبرات الضوء الأزرق. هذا تكون الإشعاع هذا يقتل الكائنات دقيقة ومعقم جيد. الآن نيجي على المكافحة الحيوية البيولوجية. إذا أنا هناك حكينا مكافحة فيزيائية استخدام حرارة طوبة إشعاع، هون مكافحة حيوية وشرحنا إنه هذه المكافحة البيولوجية استخدام أعداء حيوية، أوكي، في المكافحة. أولا باستخدام الكائنات الدقيقة مثل فطريات، بكتيريا، نيماتود أو فيروسات، هذه الكائنات بتهاجم المسببات المرضية وتقضي عليها، يعني كثيرة. مكافحة المحاصيل الصاعدة والنباتات المضادة، نبات شرحنا نبات حساس وهو بصيد إصابة بنصاب في البداية المسبب المرضي بيصيبه، فأنا بزرعه مشان ينصاب وما ينصابش المحصول اللي انا عامله، وبكافح او بتخلص من النبات الصائد. او نباتات مضاده، في عندي نباتات مضاده، في نباتات بتكون طارده او قاتله المسبب المرضي، بزرعها مشان يطرد لي ويحمي لي النبات الموجود. حصيل الصائده تكون شديده تحصيل الاصابه وتسمح بدخول اعداد كبيره من يرقات النباتات على سبيل المثال اذا داخل جذورها، لكن هذه اليرقات لا يسمح لها بالتطور الى مرحله البلوغ وطأ البيض مثل نبات الكروتاريا وهو نبات رعوي. اما بالنسبه للنباتات المضاده مثل الهليون، فانها تفرز في التربه مواد سامه للنباتات فتقتلها وتقلل من اعدادها. اذا نباتات صاعده تدخل عليها تسمح لها تتطور، او نبات الهليون اللي هو في التربه بيفرز مواد قاتله وبذلك بكافح. الآن عندي المفاهيم المتبادلة الأرضية والتداخل.
كيف احنا بنعطي لقاح للإنسان مشان يصير عنده مضادات حيوية ويصير عنده قدرة على مقاومة بعض الأمراض. كثير لقاح شيء الأطفال كذا، الأطفال فيهم زي ما أعطونا في كورونا لقاحات لكورونا، وهي بتكون يعني أجزاء من ذلك المرض بتكون ضعيفة، والجسم بيجي بيبني أجسام مضادة إلها، وبذلك إذا انصاب الجسم بيكون الجسم يتعرف عليه الجسم للكائن الغريب هذا اللي موجود، وبتكون عندك مضادات حيوية داخلية تهاجم هذا المرض وعدم وجود المرض. إذا الوقاية المتبادلة والعرضية والتداخل مكافحة الفيروس النباتي بحق النبات بسلالة ضعيفة من الفيروس نفسه. كذلك بصير عندي الفيروس إذا جاء القوي هو يدخل، كذلك يتم معاملة البذور والبادرات التي يحتوي على سلالات مخففة من البكتيريا المسبب للمرض التضرر التاجي، وهذه بتعطي يعني قدرة لأنه النبات يقاوم السلالات القوية. نيجي على النقطة الخامسة نشرحها، هي المكافحة باستخدام الأصناف المقاومة. ذكرنا أنه أفضل طريقة للمكافحة هي استخدام إشي بنصابش إشي مقاوم، خلص بكفيني كل الوسائل. إشي ما بنصاب منيع مقاوم، إذا انزرع مش راح ينصاب، إذا بيبعت يعني مما يؤدي إلى عدم استخدام طرق المكافحة الأخرى المختلفة. هذه المكافحة باستخدام ريزيستنت كالتيفارز أو الريزيستنت مين أوف كنترول من أفضل الوسائل وأنجحها في مكافحة الأمراض النباتية في حالة توافرها. مش كل شيء هنا بنلاقي له صنف منيع أو مقاوم، حيث يمكن زراعة المناطق الموبوءة دون تأثيرها بمسببات مرضية. أنا عندي منطقة موبوءة بمرض معين، جبت نبات ما بنصابش مقاوم منيع، فبذلك إنه هذا النبات بنجو ما بنصاب. يمكن إنتاج أصناف مقاومة لأكثر من مسبب مرضي، وهذه نحكي قاعدين على الهندسة الوراثية وتربية النبات لبلانت بريدنج وانتخاب أصناف مقاومة عن طريق الوراثة. ممكن يكون عندي أكثر من مسبب مرضي، فهمت كيف؟ هذا نبات منيع يعني. عندي الآن هي حرب ما بين النبات والمسبب المرضي، عندي هنا بيقاوم هناك بيحاول يكسر هذا المقاومة عن طريق وجود سلالات من الممرض نفسه تكسر هذه المقاومة، وبتصير عندنا دائما بدها مراقبة هذه الأصناف المقاومة في حالة وجود سلالات من المسبب المرضي كسرت هذه المقاومة وأصبح ورجع النبات حساس لسلالة معينة. أي سؤال هنا لحد الآن حبايبي؟ معايا يا شباب؟ لا تمام، كله واضح دكتور. إن شاء الله. نأتي إلى المكافحة الحيوية. عندي الآن استخدام كيماويات. ولماذا أستخدم كيماويات؟ لأقلل أعداد وكثافة لقاح العدوى الخاص بالمسبب المرضي، أو تزويد النبات بالحماية قبل وصول لقاح العدوى إليه، أو توفير إمكانية شفاء النبات بعد مهاجمة النبات المسبب المرضي. إما أنا برش وقائي مشان ايش؟ انا احمي قبل ما يجيني اللقاح، او اذا عندي اصابه بدي اقلل اعدادها وكثافه اللقاح الخاص بالمسبب المرضي. حكينا اللقاح اللي هو الجزيئات او اجزاء الفطر او البكتيريا اللي بدها تبدا الاصابه، فانا برش مشان اخفف هذه الاعداء وبذلك اخفف الاصابه، او توفير امكانيه الشفاء النبات بعد مهاجمه المسبب المرضي، لان انا بودي بكافح يعني عندي إصابة معينة، وعندي إذا رشيت مثلا بأضعف المسبب المرضي بتخلص منه إذا كان مبيدات خصوصا جهازية، فبصير عندي إمكانية إنه ألحق النبات قبل ما يخلص عليه المسبب المرضي ويرجع يشد حاله ويشفي حاله ويعوض بنموات حديثة. أوكي، ويعني أنجو في محصولي. إذا بستخدم كمويات إما للوقاية أو تقليل بداية الإصابة، أو إمكانية أثناء الإصابة إنه إمكانية يشفى النبات بعد ما هاجمته. عندي تبخير أو تدخين التربة، عندي كثير من تعقيم التربة، أنا بدي أعقم التربة عن طريق التبخير أو التدخين، وعندي غازات لذلك مثل البرومايد أو غازات أخرى.